الهجرة عند علماء الإسلام قسمين، هجرة حسية اللي هي انتقال من بلد لبلد ودي ليها أحكام وشروط تكاد تكون غير موجودة الآن. أما الهجرة المعنوية فهي هجرة القلب من وطن المعصية إلى وطن التوبة، ومن وطن الغفلة إلى وطن اليقظة، ومن وطن الحرص إلى وطن الزهد والقناعة، ومن وطن الحظوظ والشهوات إلى وطن العفة والحرية المنضبطة، ومن وطن الشواغل إلى وطن التفرغ، ومن وطن رؤية الحس إلى رؤية المعاني، وده منتهى معنى الهجرة السامية. لذا قال الإمام القشيري: لا تصح الهجرة إلى الله إلا بالتبري بالقلب عن غير الله، والهجرة بالنفس يسيرة بالنسبة إلى الهجرة بالقلب. وهذه المعاني موجودة عند كثير من علماء الإسلام. أما لو حد سأل طب إزاي نفهم قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، فهنرد عليه بكلام الإمام ابن الأثير بأن الهجرة هنا هي الهجرة المعنوية، ففي الحديث ما يدل على أن المراد بالهجرة الباقية هي هجرة السيئات، لأن أفضل هجرة هي هجرة الإثم والعدوان لما فيها من إرضاء الرحمن وإرغام النفس والشيطان. بيقول سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وبالمناسبة التراث الإسلامي باختلاف مجالات وناطق بهذين المعنيين، وإن الهجرة بالقلوب أصعب بل وهي الباقية إلى قيام الساعة، وذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. أما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فالمعنى أن الهجرة اللي انقطعت هي الانتقال من مكان إلى مكان، وبقيت الهجرة المعنوية اللي تعني ترك المنكرات والهجرة إلى الله تعالى. فلا هجرة بعد الفتح يعني التي هي الانتقال من مكان إلى مكان، إلا إذا تحققت نفس الأسباب اللي دعت إلى الهجرة في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم إنها انتهت بفتح مكة. أما الهجرة باقية ما بقيت التوبة فالمقصود بها هجرة السوء، ويمكن سياق الحديث يناسب هذا المعنى، إذ قرن صلى الله عليه وسلم بقاء الهجرة ببقاء التوبة وكأنهما يتصلان في المعنى والفعل. فهجرة الذنوب هي أحد مراحل التوبة، لذا نادى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الناس واعظا: عباد الله هاجروا ولا تهجروا. في النهاية الترويج للهجرة إنها واجبة بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان فرارا بالدين ده غير واقعي، خاصة في ظل المواثيق الدولية والقوانين المنظمة لحرية الاعتقاد. ومن ثم فما فيش حاجة للانتقال من مكان لمكان وتبقى الهجرة بالمعنى الأوسع اللي هو هجر السوء وتركه، فتذكروا المهاجر يعني المهاجر الحقيقي، من هجر أي ترك ما نهى الله تعالى عنه.